The final resting place of ancient Egyptian queen Nefertiti. يا ترى يا نفرتيتي انت مستخبيه فين؟ ورا جدار توت ولا في مكان تاني؟ فين بالظبط في مصر؟ يا بختك يا توت، حماتك نفرتيتي. يعني احنا لغايه دلوقتي مش لاقيين مقبره نفرتيتي؟ ايوه عزيزي المشاهد، مش لاقيين المقبره دي. ولو صحت النظريه دي عزيزي المشاهد فانا اضمن لك ان العالم ينقلب. قال ايه عن سبب اختفاء نفرتيتي؟ ان سبب انفصال الملكه الجميله نفرتيتي عن زوجها اخناتون انها اكتشفت العلاقه الجنسيه الشاذه بين الملك اخناتون واخوه سمنخ قارع. من وجهه نظرك بقى عزيزي المشاهد، عايز اعرف ايه العلاقه ما بين زيارة الملكة تي واختفاء نفرتيتي؟ فهل حماتها بقى كانت سبب في وفاتها ولا ايه الحكاية بالظبط؟ عزيزي المشاهد، ورا الجدار اللي قدام حضرتك ده في مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك، من المحتمل جدا وبنسبة 90% ان وراها مقبرة لو تم تحديدها واكتشافها هتبقى اكتشاف العصر، هتبقى حديث الصباح والمساء، ومش في مصر بس، ده في العالم كله. وخصوصا لو عرفت عزيزي المشاهد ان المقبرة دي هي مقبرة الملكة الجميلة نفرتيتي زوجة الملك امنحتب الرابع اخناتون، واللي علماء الاثار حرفيا دايخين عليها التدوير في كل انحاء مصر ومش لاقيينها، وده بقى له سنين على فكره. يعني احنا لغايه دلوقتي مش لاقيين مقبره نفرتيتي؟ ايوه عزيزي المشاهد، مش لاقيين المقبره دي. امال ايه بقى حضرتك النظريه اللي انت لسه بتقول لنا عليها من شويه دي، ان مقبره الملكه نفرتيتي واثارها والمومياء بتاعتها موجوده خلف الجدار الشمالي لمقبره الملك توت عنخ امون؟ ايه النظريه دي وايه حكايتها؟ فلو عايز تعرف بقى الحكاية من أولها عزيزي المشاهد، تعالى بعد الانترو البسيط ده علشان أحكي لك عن نظرية جديدة مش هتلاقي حد حكى لك عنها قبل كده، عن الملكة نفرتيتي. ولو صحت النظرية دي عزيزي المشاهد فأنا أضمن لك إن العالم ينقلب وإن كل وسائل الميديا العالمية تتوجه لعندنا في مصر. فخش بقى يا ابني بالانترو علشان نحكي الحكاية. لو أول مرة دي تشوفني على اليوتيوب، فأنا اسمي أحمد زين، بحث في التاريخ والحضارة المصرية القديمة، فأي معلومة هتشوفها هنا اتأكد إنها من مصدر موثوق ومدققين فيها قوي قبل ما نطلعها لك. فما تنساش الاشتراك بقى واللايك الجميل بتاعك. في الاول عزيزي المشاهد عايز اقول لك عن معلومه لازم تكون عارفها عن الملكه نفرتيتي، ان اسم الملكه نفرتيتي اختفى تماما من على كل الاثار الخاصه بالملكه نفسها او الاثار الخاصه بجوزها اخناتون، يعني ما بقاش ليها اي اثر او ذكر تماما، وده منذ السنه ال 12 من حكم زوجها اخناتون. اما عن اختفاء نفرتيتي المفاجئ فكان لي اكتر من تفسير. التفسير الأول أنا اتكلمت عنه هنا في القناة بفيديو كامل بعنوان إخناتون الملك المخنث، ونسمع مع بعض دلوقتي عزيزي المشاهد التفسير الأول عن اختفاء اسم الملكة نفرتيتي من كل الآثار في الوقت ده اللي هو عصر الأسرة الـ 18 عهد الملك إخناتون. تعالوا نسمع مع بعض أشهر عالم آثار مصري في القرن العشرين وهو بيتكلم عن سبب اختفاء الملكة نفرتيتي في الوقت ده. شوفوا معايا عالم الآثار المصري الكبير الدكتور سليم حسن قال ايه عن سبب اختفاء نفرتيتي. اتفضل. طب هل يا ترى سكت سليم حسن بعد كل الكلام اللي قاله ده؟ لا، ده كمل وقال فيما معناه ان سبب انفصال الملكة الجميلة نفرتيتي عن زوجها اخناتون انها اكتشفت العلاقة الجنسية الشاذة بين الملك اخناتون واخوه سمنخ قارع. فبيكمل سليم حسن وبيقول لم تطق نفرتيتي زوجته الجميلة جدا، هو فعلا كانت جميلة جدا، على ذلك فقام بينهما نزاع فهجرت نفرتيتي القصر بتاع اخناتون، سابت له البيت يعني زي ما بيقول عندنا، فهجرت القصر طوعا أو كرها إلى حي آخر، يعني راحت مكان تاني، وتركت قصرها لإخناتون وأخيه المحبوب. ده كلامها، ده كلام سليم حسن على فكرة مش كلامي. وعلشان كده الملك إخناتون أمر بمحو اسم الملكة نفرتيتي مراته من كل مكان في القصر، وأمر أنه يتحط اسم ميريت آتون بدلا من اسم زوجته الملكة نفرتيتي. وميريت آتون ديت كانت بنت الملك إخناتون وزوجة أخوه سمنخ قارع، وثبت اسم ميريت آتون في القصر وذكر نسبته هو ليها، لكنه ما ذكرش نسبة أمها الملكة نفرتيتي لميريت آتون، وده كان بيعتبر مخالف للتقاليد الملكية اللي كانت متبعة في الوقت ده. سمعتوا التفسير الأول؟ الغريب بقى في الموضوع عزيزي المشاهد إن معظم المصادر التاريخية بتربط بين زيارة للملكة تي أم الملك إخناتون وحمات الملكة نفرتيتي لابنها الملك إخناتون لأول مرة في قصره، وده كان في السنة ال 12 من حكم الملك إخناتون في مدينة تل العمارنة في المنيا، بعد ما كان الملك إخناتون اتحول للديانة الجديدة اللي هي ديانة آتون، وساب ديانة الإله أمون رع.
فالمصادر التاريخية ربطت بين زيارة الملكة تي لابنها واختفاء نفرتيتي، وده كان في السنة الـ 12 من حكم إخناتون. يعني الملكة تي جت في زيارة لابنها إخناتون في قصره في تل العمارنة، وبعدها بقت نفرتيتي بح وما بقاش ليها أي وجود أو ذكر في التاريخ القديم. أيوة يا عم، هو ده اللي حصل. من وجهة نظرك بقى عزيزي المشاهد، عايز أعرف إيه العلاقة ما بين زيارة الملكة تي واختفاء نفرتيتي؟ على فكرة آراء علماء الآثار متضاربة في الموضوع ده. البعض بيقول إن الملكة نفرتيتي اتوفت مباشرة بعد زيارة الملكة تي في القصر، فهل حماتها بقى كانت سبب في وفاتها ولا إيه الحكاية بالظبط؟ وشغل الحموات بقى زي ما انتوا عارفين. في رأي تاني بقى خالص بيقول إن الملكة تي قدرت خلال الزيارة دي إنها تقنع ابنها إخناتون إنه يرجع عن الديانة الأتونية، وإنه يسترضي كهنة الإله أمون من جديد، وإن نفرتيتي كانت مقتنعة جدا بالديانة الأتونية، وكانت داخلة الدين ده عن رضا تام، وإنها يبدو كده إنها كانت متمسكة بالديانة الأتونية أكتر من إخناتون نفسه، وعلشان كده سابت له القصر بتاعه ومشت. وفي رأي تاني بيقول إن كهنة الإله أمون اتأمروا عليها وقتلوها علشان تمسكها طبعا بالديانة الأتونية، واللي كانت بتتعارض مع مصلحته، وإنها ممكن تكون منافس شعبي لإخناتون حتى بعد وفاته. طبعا هما ما كانوش هيسمحوا بده، علشان كده خلصوا عليها، وده رأي. في رأي بقى تاني متناقض عن كل الآراء اللي احنا قلناها قبل كده. الرأي ده بيقول إن نفرتيتي نفسها هي اللي نبذت عبادة الإله أتون وما بقتش عايزة تعبده، وعلشان كده الملك إخناتون عاقبها بالإقامة الجبرية ومحى اسمها من القصر تماما، واستبدل اسمها باسم الملكة ميريت أتون، ودي كانت بنت الملك إخناتون ونفرتيتي الكبيرة، وكانت زوجة الملك سمنخ كراع، وده اللي تولى الحكم بعد إخناتون وكان أخوه. هفاجئك بقى عزيزي المشاهد لما اقولك ان كل النظريات اللي احنا قلناها اللي فاتت ديت، واللي اتكلمت عن ان الملكة نفرتيتي اختفى اثرها منذ السنة الـ 12 من حكم اخناتون، النظريات ديت طلعت كلها باطلة. هتقولي ليه؟ هقولك السبب عزيزي المشاهد، انه حديثا تم اكتشاف نقش مسجل عليه اسم الملكة نفرتيتي وجوزها الملك اخناتون في دير ابو حنس في ملاوي، وده بقى اكتشفوا انه بيرجع تاريخه للسنة الـ 16 من حكم إخناتون. يعني الكلام اللي بيقول ان نفرتيتي اختفت في السنة الـ 12 من حكم إخناتون ده غلط. دي كانت وجهات نظر قديمة، وحديثا تم اثبات ان كل وجهات النظر دي كانت غلط. وفي كلام بيقول ان الملكة نفرتيتي شاركت الملك سمنخ كراع وكانت وصية عليه، وده طبعا بعد وفاة إخناتون، وانها ماتت قبل ما الملك توت عنخ آمون يتولى العرش بثلاث سنين، وطبعا توت عنخ آمون كانت نفرتيتي حماته. يا بختك يا توت، حماتك نفرتيتي. ومع كل النظريات اللي احنا قلناها دي، فان الحقيقه المؤكده قدامنا ان نفرتيتي ماتت، لكن ماتت ازاي وامتى وايه هو سر اختفائها ما نعرفش لغايه دلوقتي، ومفيش عندنا نظريه مؤكده بتوضح لينا ايه هو سبب الاختفاء او اختفت امتى. نيجي بقى عزيزي المشاهد للنظرية اللي احنا عملنا الفيديو ده علشانها، واللي بتقول ان مقبرة الملكة نفرتيتي موجودة ورا الجدار الشمالي لمقبرة الملك توت عنخ آمون. يا ترى مين هو صاحب النظرية دي؟ وبنى نظريته دي على ايه؟ والنظرية دي وصلت لحد فين؟ تأكد عزيزي المشاهد ان كل ده هنعرفه مع بعض. في سنة 2014 بتطلب الحكومة المصرية من مجموعة من الخبراء الأسبان في مؤسسة فاكتوم أرت الفنية لترميم الآثار، بتطلب منهم انهم يعملوا لها نسخه طبق الاصل من مقبره الملك توت عنخ امون. فالشركه بدات تنفذ المطلوب ده منها، وبداوا يعملوا شغل جامد قوي وبحرفيه شديده، وقدروا يطلعوا نسخه مطابقه للاصل بالظبط لمقبره الملك الشاب توت عنخ امون، وده عن طريق استخدام تقنيه المسح الضوئي، ونشروا الصور الطبق الاصل دي لمقبره الملك الشاب على الانترنت في شهر 2 سنه 2014. مين بقى اللي شاف الصور ديت؟ الراجل اللي بيتكلم قدامكم ده دلوقتي، عالم آثار انجليزي اسمه نيكولاس ريفز. الراجل ده الصور بدأت تجذب انتباهه قوي، وبدأ يركز فيهم لدرجة انه قدر بإحساس عالم الآثار انه يلاحظ ان ممكن يكون في باب خفي ورا الجدار الغربي لمقبرة الملك توت عنخ آمون، والمدخل ده بيؤدي لغرفة دفن ملكية. ولما بدأ يدقق اكتر في زخارف المقبرة وألوانها لاحظ الآتي. شايف عزيزي المشاهد الاربع جدران اللي قدامك دولي بتوع مقبرة الملك توت عنخ آمون؟ كلهم هتلاحظ ان خلفيتهم لونهم اصفر، صح ولا لا؟ طبعا صح، وده واضح قدامنا، وده علشان يكون في تناسق في الالوان في المقبرة. نيكولاس بقى لاحظ الاتي، ان الجدار الشمالي تحديدا ما كانش لونه اصفر،
وإن لونه الأصلي كان اللون الأبيض، وده كمان أكدته مؤسسة فاكتو إن الجدار ده بالذات مختلف وإن لونه الأصلي هو اللون الأبيض، وإن اللون الأصفر اللي قدامنا دلوقتي ده تم إضافته في وقت لاحق، وده علشان يخفي نقوش وتفاصيل معينة كانت موجودة على الجدار ده اللي احنا اتفقنا ان هو الجدار الاصلي الوحيد في المقبرة. طبعا المقبرة الاصلية للشخص المجهول اللي شايف نيكولاس ريفز انها نفرتيتي، واللي بيعتبر توت عنخ امون كان دخيل على المقبرة دي، وان المقبرة دي مش بتاعته، وان الكتابات الموجودة على الحائط الشمالي دي دلوقتي مش هي الكتابات الاصلية، وانه تم طمس الكتابات دي لاخفاء هوية الشخص المدفون جوه المقبرة ومدى اهميته. وطبعا ده شخص مهم جدا، مين هو بقى ما نعرفش، واللي مقبرته ورا الجدار الشمالي لمقبرة توت. طبعا دي كلها تكهنات لغاية دلوقتي ومش مؤكدة بنسبة 100%. بدأ نيكولاس بقى انه عايز يطبق نظريته ديت بشكل علمي، فجي زيارة هنا مخصوص لمصر سنة 2015 وعرض وجهة نظره دي على وزير الآثار في الوقت ده الدكتور ممدوح الضماطي، والدكتور الضماطي اتحمس جدا لنظرية نيكولاس دي لأنه كان عارف طبعا لو الاكتشاف ده طلع حقيقي هيقلب العالم وهيبقى اكتشاف القرن، فوعد نيكولاس انه هيساعده. وفي سنة 2015 بدأوا يستخدموا تقنية عالية جدا، الطريقة دي كانت قايمة على المسح الحراري والرداري، وده باستخدام الأشعة تحت الحمراء علشان يشوفوا ايه اللي ورا الجدران دي من غير ما يكسروا في جدران المقبرة، طريقة تخليهم يشوفوا ايه اللي ورا الجدران دي من غير ما يكسروا في الجدران او يدوروا المقبرة او يؤذوها، لان طبعا ده مش هينفع ودي مقبرة اثرية فمش هينفع نكسرها يعني. والتقنية دي بترسل موجات عبر الأحجار، والموجات دي بتتغير حسب المكان اللي بتخبط فيه، وده قبل ارتدادها. وفي بداية الأبحاث دي واللي استمرت لمدة 5 سنين تقريبا واللي اتغيرت فيها البعثات اللي بتعمل الشغل أكتر من مرة ما بين بقى بعثة أمريكية ويابانية وفرنسية، رجحت الأبحاث وبنسبة كبيرة جدا احتمالية وجود حجرتين مخبأتين خلف الجدار الشمالي لمقبرة توت. لكن الحجرتين دول بقى فيهم ايه وهل هم حجرات دفن؟ الله أعلم، محدش يعرف لغاية الدقيقة اللي أنا بكلمكم فيها دي. لكن العالم نيكولاس ريفز بيأكد أن في أحد الحجرتين دولي موجود مومياء وكنوز الملكة نفرتيتي. وعلى فكرة في آخر دراسة جهاز الرادار صور ورا الحائط الشمالي لمقبرة توت غرف وأجسام معدنية وعضوية، بس ما يعرفوش بقى أن الغرف والتجاويف دي هل اتكونت بشكل طبيعي وأنها مجرد تجاويف صخرية ومش حجرات دفن من صنع الإنسان. أكتر حد بقى اعترض على النظرية دي كان دكتور زيا حواس، النظرية اللي بتقول إن الملكة نفرتيتي ورا الجدار الشمالي لمقبرة توت. الدكتور زيا حواس اتهم وقال إن كل دي خزعبلات وملهاش علاقة بالعلم تماما وما بتمتش بأي صلة للعلم. ده رأي زيا حواس، بيقول إن اللي ورا الجدار الشمالي لمقبرة توت مجرد فراغات طبيعية ومش حجرات دفن ولا حاجة ومفيش نفرتيتي، وبيقول ان مش معقول في مقبرة مهمة كده زي مقبرة الملكة نفرتيتي ويجي ملك تاني يسد المقبرة ويبني قدامها مقبرته كده. بصراحة نفرتيتي حيرتنا، يا ترى يا نفرتيتي انت مستخبية فين؟ ورا جدار توت ولا في مكان تاني؟ فين بالظبط في مصر؟ اما عن رأيك انت عزيزي المشاهد فيهمني طبعا ان اعرفه، فهل تعتقد فعلا ان نفرتيتي مستخبية ورا الجدار الشمالي لمقبرة توت ولا لا؟ طب لو تعرف مكانها ياريت تقول لنا فين بالظبط، اكتب في التعليقات. سلام.